المشكلة الكبرى التي يمكن أن تواجه الرئيس ترامب الآن نتيجة هذا المقال في صحيفة نيويورك تايمز، أنه لو اتسعت فعلا هذه الحركة، حركة المقاومة هذه، لو اتسعت بصورة كبيرة، نحن نواجه الآن محاولة أو مسعى لتنفيذ ما يسمى بالتعديل الدستوري 25. ما هو التعديل الدستوري 25 هنا في الولايات المتحدة؟ وهو التعديل الذي لم يستخدم أبدا في تاريخ هذه البلاد أكثر من 300 سنة. التعديل الدستوري 25 يقول إن من حق أعضاء الحكومة، الوزراء، أن يطلبوا، يرفعوا طلبا مناشدة منهم إلى الكونغرس الأمريكي بمحاكمة الرئيس وعزله، لذا رأوا أنه يشكل تهديدا للولايات المتحدة. إذن لو كان هذا بالفعل أحد أعضاء الحكومة الذي نشر كتب هذا المقال المجهول حتى الآن، لو كان لديه بالفعل زملاء أعدادهم تكفي لبدء تنفيذ هذا التعديل الدستوري، إذن نحن بصدد احتمالات كبرى لمحاكمة الرئيس لكن من خلال الأمريكي ردود الفعل لمسؤولين، حتى من خلال ردود الفعل أستاذ عطف عبد الجواد، يعني التي من الممكن ردود الفعل في إدارة ترامب، كبار مسؤولي إدارة ترامب الذين كلهم أصدروا بيانات لكي يقولوا بأن لا علاقة لهم بهذا المقال، هل هذا يعني أن بالرغم من الأجواء السائدة في البيت الأبيض فريق ترامب لا يزال متماسكا؟ فريق ترامب في حالة هلع وفي حالة ذعر، لأن كل هذا النفي وهؤلاء المسؤولون الذين قالوا أنه ليست لهم صلة. أنت تعلمين أنه في الولايات المتحدة لا تبقى الأسرار طويلا، وبعد أيام، بعد أسابيع قليلة سوف ينكشف الستار عن اسم هذا المسؤول ومعرفة مركزه، منصبه، هويته. إذن نحن أمام حقيقة غير مؤكدة الآن، وهي ما مدى حجم هذه الحركة، حركة المقاومة التي وصفها هذا الكاتب المجهول بأنها موجودة في إدارة ترامب رغم هذا النفي. علينا أن ننتظر قليلا لنعرف مدى نطاق واتساع حركة المقاومة هذه. هل يمكن توقع رد ترامب؟ كيف يمكن أن يرد على يعني هذه الضربة الجديدة؟ نعم أستاذ كوزيت، ليس أمامه إلا، طبعا هو طلب من صحيفة نيويورك تايمز أن تكشف النقاب عن اسم ومهنة كاتب المقال هذا، وطبعا نحن نتوقع استقالة، ولكن ليس أمام الرئيس ترامب إلا أن يرفع دعوة أمام القضاء الأمريكي على اعتبارات الأمن القومي الأمريكي، ويقول للمحكمة إن مقتضيات الأمن القومي الأمريكي تتطلب الكشف عن اسم هذا المسؤول. لست أعتقد أن القضاء سوف يقتنع بوجهة نظره هذه، ولست أقتنع بالتالي أن صحيفة نيويورك تايمز سوف ترضخ لطلبه الكشف عن اسم هذا الكاتب. شكرا لك أستاذ عاطف عبد الجواد المحلل السياسي، كنت معنا إذن من واشنطن، شكرا لك.